يطبون علي ضباط ما أعرفهم، يعذبونه ويطلعون. احترف، قول أنت أبو الملقب أبو سجاد، أنت عندك ولد اسمه حسين. يا بان ما عنده ولد اسمه حسين. آخر شيء يقول بعد ما أدراني نمت. لا يوجد سبيل أمام رقية سوى الحسرة والدموع للتعبير عن مشاعرها، أملا في إنقاذ والدها الذي يقول ذووه إنه تعرض لتهم باطلة تتعلق بالمخدرات أوصلته إلى قرار الحكم عليه بالإعدام. صدمة واضحة على محيا هذه العائلة التي روت للتغيير تفاصيل القضية. خذوا فتشوا البيت، حرب من البيت ماكو شيء، ودوا للمديرية. رحنا المديرية قالوا مو عندنا أبوكم، أبوكم ودينا البغداد، مطلوب البغداد. رحنا على بغداد 3 أشهر رحنا ندور عليها، وأربعة أشهر ما حصلنا أي نشيد إلى أن يعني انحكم بالإعدام. قرينا الإفادة مالته، الإفادة مالته تقول إنه هو معترف على ابن حسين، هو ابن حسين. رايحين الأربيل بسيارة الشوفر ليت، جايبين 400,000 حباية أو 40,000 حباية دازين للمدينة السعودية. إحنا نجينا لا عنده ابن اسمه حسين، لا عنده سيارة شوفر، لا عنده دخولية الأربيل، لا مسافر لأي دولة بالعالم. وبالإضافة إلى ما وصفوه ذو المحكوم بالتهم الملفقة والإفادات غير الصحيحة التي صيغت بحقه، يؤكدون أيضا تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب والتهديد، مطالبين القضاء ووزارة الداخلية لإعادة التحقيق والحكم بهذه القضية قبل فوات الأوان. تعالوا واجهون وان حكمت اعدام، ليش بيان حكمت اعدام؟ قال وقعونا على فايد وانا عذبوني، خنقوني بكيس، يحطوني بكيس برقبتي، يعلقوني، شلعوا ظافري. قال صار بي ما ادري، جابوني قبل لبغداد، يطبون علي ضباط ما اعرفهم، يعذبوني ويطلعون. احترف، قول انت ابو الملقب ابو سجاد، انت عندك ولد اسمه حسين. يا بان ما عنده ولد اسمه حسين. اخر شيء يقول بعد ما ادراني نمت. بالليل طبوا عليه، قال تعال تعال انت راح تطلع افراج ان شاء الله. يلا وقع، يقول وقعت بالليل ونايم ومعذب ما عنده فكر، وقعت. اريد ابوي، اناشد رئيس القضاء ورئيس الوزراء انه يطلعون ابونا، ابونا رجال مظلوم واخذوه وهو نايم، وقالوا بالليل رجعوا وما رجعونا، ولقينا معذب ولسه الأثرات برجله وبدية ومعلقين بالرافعة، ويجيبون قاصر وماي وخنقونا بيه. أناشد رئيس القضاء ورئيس الوزراء أن يفرجون على أبونا، أبونا رجال مظلوم. وبسبب هذه القضية اضطرت رقية وأختها لترك الدراسة نتيجة ما تعرضن له من مضايقات وأضرار نفسية تعكسها دموعا لا تنقطع على فراق أبيهن ليلا ونهارا، وخوفا من موت محتوم يدنو له ظلما وفق قولهن. من النجف، محمد رزاق، التغيير.